안녕하세요, 미나산. 안녕하세요, 안녕하세요. 사사 زيسو وسا. وأخيرا جينا لكم بحلقة جديدة من سلسلة ردات الفعل ورياكشنات على الأغاني. والنهاردة هنشوف غنية بي آي جي. وأخيرا نزلوا غنية جديدة واحنا بجد جدا متشوقين، وقلنا لازم نعمل عليها ردة فعلنا. والأغنية هنشوفها لأول مرة مع بعضنا، بس قبل ما نشوف الأغنية لازم نعمل التحدي. التحدي اليوم هيكون انه هكتب مثلا كلمة او هطلع اسم اغنية مثلا من هنا من التاب، وزيسو متشوفش هي ايش الاغنية اللي انا هطلعها، وهي تحاول تخمن ايش اسم الاغنية او ايش هي الاغنية اللي انا اخترتها او يعني حاول من من خلال الحركة. مثلا بي تي اس دي ان اي معروفة اسم شخص، يعني مش لازم هي تكون فرقة، يب. تكون اسم ممثل مثلا او اسم حاجة. والمهم واللي هيخسر هيشرب غطا خل ابيض مع شويه ميه طبعا، عشان مش عايزين نتحد، بس انت عايزين اكيد صح. وينك يلا معانا طبعا مرتين، صار كلمتين وانا كلمتين. مستعده؟ تمام يلا. هي دلوقتي هتشوف الكلمه اللي هي هتختارها لي، او الفرقه يعني، او الاغنيه، او مش عارفه ايه. حاجه سهله. انا اصلا مش عارفه اجيب لك ايه. رمادي. اوكي خلاص ده بس. بخاف انا من الضحكه دي. ده السنيد بيتزا دي. ايوه اكل. اكل متقطع كبد. نو لفاف بيض. بقلب. حاجة طويلة يعني. ايوه بتتحشي. ها سجق. ما ياكلوها الكوريين كمخلل قبل الاكل. كيمتشي. لا حاجة صعبة. شفنا بنا. بس شو سهلتها لك؟ قلت لك حاجة بياكلوها الكوريين جنب الأكل. خب ماما يوم انمي داي. كل ده انا اسودت مش قادرة اشوف حاجة. شكل من كدارة. طيب خلاص لقيت الاغنية، بس اوريها للناس. طيب يلا اوريها للناس. اوريها للناس مش ليك. ها لسه كيف بسرعة؟ عرس فرقة ماني 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 بحبها من زمان، يعني فرقة قديمة. ده تمام. الفرقة هذه تقدر تقولي منها أبتك الشخصي يعني بلوك بي؟ ده الأغنية زيكو. بقى ايه؟ لا لا مش زيكو، مش على طول رشقي لزيكو. الأغنية ايه؟ توي. ده واضح ان انا جبت حاجة سهلة. دلوقتي انا هنتقل منها. كيفك يا اختي في الخل، بتحبيه ولا لا؟ لا. يلا هما يشوفوا اسمها تحت او يعرفوها. انت من شفتيها؟ عرفتوها صح؟ من الرأسة؟ الرأسة معروفة. افتح؟ ايه خلاص افتح. تمام. فرقة بنحبها جدا. بي تي اس. يعني هو ممكن يحفظ الاسامي. بي تي اس. اوكي. طيب الاغنية هي وردية. Boy with love. ايوه سهلة. خلاص الان بجيب لك واحدة صعبة. انت لسه زي ما انت. يا لهوي فيلم ايه ولا ايه؟ انا اسمع في العرب اكيد عرفتوا مين. المره دي هصعبها بصراحه، مش اقول لك على طول عشان ما تعرفش. هو شخص. شخص؟ ايوه مغني. وري يونسون. لا هو شخص مغني وفرقه مكونه من 7 اعضاء. سبع اعضاء معانا مثلا. بيست مكونه من 7 اعضاء. بي تي اس. بي تي اس مش من 7. ايوه بي تي اس.
قريت ايوه بي تي اس. طيب هو شخص يعني اعرف انت بقى هو شخص كده يعني ام يور هوب يور ماي هوب ام جاي هوب. لا هو شخص حزين شخص جيم هو جيم عمره كان حزين خلاص خلاص جيم ايش اغنيته؟ لا هو الشخص نفسه ها الشخص بس وري جين جين الضبط ويسا جين بس انا صكاكم الحمد لله ما حد الشرخ ما حد الشرخ ما حد الشرخ يلا الخلفاء دلوقتي يكون خلصنا التحدي ان شاء الله يكون التحدي عجبكم يلا بينا نبدأ الرياكشن شوقهم شوق احبهم جدا هنا دول سه النغمة بس في البداية كده تشوق واو بعدين بحب الأغاني الأبيض في السود كده ده شكل بكون مرادي أبيض في السود What? What? ده في عربي؟ في شوية كلمات بصراحة مش مفهومة بس بتحس ان هي حلوة يعني وات الله واو حلوة حلوة واو عربي ولا كوري في اخر الحكاية كوري في عربي لا هو عربي بس ستايل كوري ستايل كوري اوبا هاي الراجل عربي انا متاكده ان ذاته اصول عربي هذا البيضه يقول كلمه واو رقص رهيب بصراحه رقص رهيب النقطة دي انا عارفة مش فاهمة يقول ايه لكن الله يطولنا ولا ايه انا مش فاهمة والله واو بعدين عاملين لبس كده سبعيناتي على بعدين دي اول مره يغنوا اغنيه عربي بس شكلهم مؤلفين هم اللي مؤلفينها تقريبا شكلهم كده هم اللي عاملينها لان مش انا ما سمعتش الاغنيه دي قبل كده بعد ما نخلص نكتب كده اسم الاغنيه فوق ونشوف يلا يطلع حد عربي يغنيها دي كده واو لا طلع هتعرف مش قادره افهم والله لازم اسمع لها ترجمه هل ترونا واو بس واو بجد تجنن تجنن لا انا اول مره اسمعها اكيد اكيد هم اللي مقلفينها حاولي كده تشوفي ليها ترجمه على اليوتيوب اشوف ترجمه كنت طبعا بي اي جي اي لاف يو سان هي دايما كده بتجيب لنا شيء جديد
بتحسونا ان احنا العرب لنا اهميه عند الكوريين. أيوة. يعني عارفه حابين يتعلموا ثقافتنا، حابين يتعلموا لغتنا، حابين يتعلموا كل شيء عننا. وكمان لو الاغنيه دي هم اللي كاتبينها يعني حابين بصراحه واو، يعني ان هم يبداوا كمان يبداوا يكتبوا كلمات عربي كده يعني. بداتيها؟ لا ما اظنش، لسه ما حدش ترجمها اصلا. الاغنيه عربيه تخيلي اول يعني العرب هيقولوا الاغنيه عربيه وعايزه لها ترجمه ازاي يعني. بصراحه كل اللي اقدر اقوله انه بصراحه برافو عليكم. تشارسيو وبياجي ما جبتش انت انت دومو سرانيو انت يعني ماني ماني سرانيو اي لاف يو سو ماتش. احنا بندعمكم دائما ودائما، انتوا الافضل الصراحه. انتوا دائما يعني بيفكروا فينا، بيفكروا في العرب، بيهتموا بالعرب، بيهتموا بكل شيء يعني ليهم. تسعدونا دائما باغانيكم. سرانيو احبكم احبكم افضل افضل. والمهم كده نكون خلصنا حلقتنا الزغنونه عن ردة الفعل، وان شاء الله تكون عجبتكم. ويا ريت تدعموا بي اي جي، اللي ما كانش راح يشوف الفيديو يا ريت تروح تشوفوه. طبعا هنسيب رابط الاغنيه في الديسكربشن عشان اللي حابب يشوف الاغنيه بوضوح تشوفوهم وتعملوا لهم لايك وشير، وكمان تدعموهم لانهم فرقه بجد بجد محتاجه دعمنا احنا كعرب، لانهم دائما يدعمونا. سرانيو بي اي جي انيو. واذا عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وكم سالفة. أريغاتو غوزايماشتا كويس ولا سمرين؟ لا لا سمرين ازاي يعني؟ الدنيا ظلمة شوية، تحس ان عايز لها ضع اللي الدنيا ظلمة. هتكشف حلقة صغنونة كده علشان حبيبتنا الفرقه بي اي جي عملت عودتها النهارده بالظبط، وحبينا ان احنا نعمل رده فعلنا على الاغنيه. و هتقول حاجه؟ لا لا ممكن عيد نقول دي. لكم بحلقه جديده من سلسله فلوج، سلسله ردات الفعل ورياكشنات على الاغاني.